بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدنا نحكي عن الانفرنس رول بالنسبة للبريديكت لوجيك. في عندي أربع قوانين موجودة عندي في البريديكت لوجيك، بتختص عندي بالكوانتيفايرز مشان نعمل انفرنس رول ونستنتج عندي معلومات جديدة. هلا بالعادة الانفرنس رول عندي في البريديكت لوجيك بتعتمد اعتماد كامل على بروبوزيشنال لوجيك زائد هدول أربع قوانين ما نحكي عنهم هلا. الفكرة الموجودة عندي بالنسبة للبريديكت لوجيك، أتخلص عندي من الـ variables وأعوض بدلها بقيم. هذه النقطة الأساسية الموجودة، أعوض بدل الـ variables الموجودة وأشيل الـ quantifiers أعوض عندي بقيم. طب إيش القيم بدي أعوض عليه أعوض فيها؟ طبعا على حسب المسألة الموجودة عندي زائد على حسب إيش الـ quantifier أنا عم بستخدمه. في عندي قانون بالنسبة للـ universal وفي عندي قانون تاني بالنسبة للـ existential. هلا قانون اليونيفرسال بقول لو بدي اجي اعوض عندي بدل قيمة x اللي موجودة عندي مع الـ for all او اي variable تاني، ما عندي مشكلة باسم الـ variable، بقول بتقدر تعوض عندي بأي قيمة بدي اياها. universal instantiation معناته بقدر اعوض عندي بأي قيمة بدي اياها بدل الـ x. بقدر احط قيمة c، احط قيمة m، احط قيمة l، بقدر احط اي قيمة بدي اياها. طيب بالنسبة للـ existential instantiation، إذا كان عندي there exists x p of x، بقدر أحط عندي p of c but for some element c لقيمة معينة مش لأي قيمة. طب ممكن واحد يحكي إيش الفرق، أنا عندي هناك حطينا p c، أنا حطيت عندي هنا p c. رح تفرق أكتر لما نيجي نحل مسائل. لما نشوف بالـ for all رح نشوف إنه بقدر أحط أي قيمة بدي إياها، بس بالنسبة للـ there exists لازم لما أعوض عندي بقيمة لـ x لازم تكون قيمة جديدة مش مذكورة عندي بالسؤال. يعني مثلا إذا كان عندي بالسؤال مثلا حكينا إنه أحمد طالب بمادة الديسكريت، وفي عندي معلومة في عندي طالب بالديسكريت نجح بالامتحان الفاينل. بالفور أول لما أجي أعوض سوري في عندي طالب، فهي عبارة عن there exists. لما أجي أعوض عندي بقيمة x ما بقدر أعوض بنفس قيمة أحمد، لازم أعوض بقيمة جديدة أسميه A مثلاً، مكونش مذكور عندي بالسؤال يعني هذا الشخص. أما إذا حكيت مثلاً كل الطلاب نجحوا في مادة الديسكريت، بقدر أحكي yes for all، بقدر أحكي إنه أحمد واحد منهم، بقدر أحكي محمد واحد منهم، بقدر أحكي علي واحد منهم. ولا رح تتوضح أكتر لما نيجي ناخذ الأمثلة. هذول أول قانونين اللي هو بالنسبة للإستنشيشن. في عندي قوانين تانية، في بعض الأحيان بحتاج بالconclusion النهائي يكون عندي for all or there exist. طب إيش بدي أعوض بدل هذه القيمة اللي موجودة عندي؟ بإيش بدي أعوض بدالها؟ ولو بدي أجي أحولها عندي ل variables، هل أحولها ل for all أو أحولها ل there exist؟ هنا بيجي أساس هذه القيمة. هذه القيمة من وين أجت من الأساس؟ لو أجت هذه القيمة من الأساس من for all برجعها ل for all، لو أجت بالأساس من there exist برجعها ل there exist. فهذول أربع قوانين، يا إما عبارة عن تعويض أو أشيل الـ variable وأرجع عندي لـ quantifiers حسب إيش المطلوب عندي بالسؤال. رح ناخذ مجموعة أمثلة وبتتوضح الأمور أكثر. في عندي هنا مثالين. في عندي أول مثال عندي هنا، عندي معطيات everyone in this discrete mathematics class has taken a course in computer science. هذا أول معطى. في عندي معطى ثاني مارلا is a student in this class. من هذول المعطيات الاثنين بدنا نستنتج انه مارلا has taken a course in computer science. هلا في البداية خلينا نحول عندي هذه الجمل نحولها الى predicate logic. Everyone اكيد حتكون عبارة عن for all. Everyone in this discrete mathematics class، فنرمز لها مثلا بالرمز d of x، has taken a course in computer science. In computer science نرمزها بالرمز c of x. فإذا أول جملة راح تكون موجودة عندي هنا for all x d of x implies c of x. الجملة الثانية مارلا is a student in this class، ما عندي متغيرات، أنا already حكيت عن اسم، already الاسم أعطيناه مباشرة اللي هو عبارة عن مارلا. مارلا is a student in this class، إذا في عندي هون السي مارلا.
الconclusion بدي استنتج Marla has taken a course sorry in this class D Marla مش C in this discrete math class احنا رمزنا لها discrete math class برمز D of X. اوكي الاستنتاج اللي بدي اجي استنتجه بدي استنتج C Marla. فبنشوف كيف من خلال the predicate logic والقوانين الموجودة كيف ممكن استنتج هذا الاستنتاج. هلا أول خطوة بدنا نيجي نعملها، الخطوة الأولى بدي أجي أعوض عندي بقيم بدل الكوانتيفايرز. فأنا عندي هون الـ for all. For all x d of x implies c of x. هلا بما إنها عبارة عن for all بدل أشيل عندي قيمة x وأعوض بأي قيمة بدي إياها. أعوض بقيمة مارلا، بقيمة أحمد، محمد، حتى لو أعطيت أحرف مثلاً A, B, C بقدر أعوض بأي قيمة بدي إياها. الخطوة الأولى من for all x d of x implies c of x بقدر أستنتج منها بدي أعوض بقيمة، القيمة الأنسب اللي أعوض فيها اللي بتسمح لي بالأخير أعمل استنتاجات اللي هي أكيد قيمة مارلا. دي مارلا implies C مارلا. هلأ صارت كpropositions. فأنا عندي already عندي من المعطيات الموجودة في عندي دي مارلا. فالخطوة الثانية already من الاستنتاج الأول استنتجنا عندي دي مارلا implies C مارلا. من المعطيات في عندي دي مارلا في عندي جملة شرطية، الشرط اوريدي من المعطيات بقدر استنتج جواب الشرط، بقدر استنتج عندي سي مارلا. وهذا المطلوب ان نثبته، بدنا نثبت انه سي has taken a سي اللي هو مارلا has taken a course in computer science. فالفكرة اللي موجودة إذا كان في عندي quantifiers لازم هذه quantifiers أتخلص منها أحول عندي statement ل proposition logic من خلال التعويض بما أنه عبارة عن for all بدل أعوض بأي قيمة بدي إياها. هنشوف على مثال يكون عندي there exist. ب there exist لازم أعوض عندي دائما بقيمة جديدة، بعطني رمز جديد ما يكون مذكور عندي بالسؤال. هنشوف عندي هذا المثال الثاني. show that the premises a student in this class has not read the book. A student in this class مثلا لو رمزنا class مثلا C of X has not read the book نرمزها بالرمز R of X. Everyone or every student in this class passed the first exam. Passed in مذهب الرمز P of X. Imply the conclusion someone who passed the first exam has not read the book. طيب خلينا أول إشي نحولها عندي لـ predicate logic. A student in this class has not read the book. إذا راح تكون عبارة عن there exists X. S of X. And not R of X. هذا أول معطى. المعطى الثاني نرجع. Everyone in this class passed the first exam. إذا for all X S of X implies R of X. الاستنتاج اللي بنستنتجه imply the conclusion someone who passed the first exam has not read the book. في عندي واحد نجح بالامتحان وما قرأ الكتاب. There exists X. The conclusion there exists X P of X and not R of X.
لحظة، كل شيء هون عندي عبارة عن predicates و quantifiers، حتى conclusion عبارة عن quantifiers، بس عشان أحل هذا السؤال لازم أتخلص عندي من المتغيرات، أعطي عندي قيم، وبعد ما أعطي عندي قيم أعمل استنتاجات المطلوب إني أستنتجها باستخدام القوانين الموجودة هنا في البروبوزيشنال لوجيك، بعدها بدي أرجع مرة ثانية وأرجع عندي الكوانتيفايرز. طيب أنا عندي هنا معطيات اثنين، في عندي there exist وفي عندي for all، بإيش بدي أبلش أول؟ أبلش بال there exist ولا أبلش بال for all؟ هلا عشان أقدر أوصل لنتيجة لازم أبلش عندي بال there exist. ليش ما أبلش بال for all؟ هلا لحظة، إذا بتتذكر القوانين بال for all لما بدي أجي أعوض عندي بقيمة إلي الحرية أعوض بأي قيمة بدي إياها، سواء هذه قيمة كانت قيمة جديدة أو كانت already موجودة عندي بالمسألة. بالنسبة لل there exist لازم دائما أعوض بقيمة جديدة ما تكون موجودة عندي بالمسألة. طب لو بلشنا عندي بال for all x وجيت أعطيت قيم لل x، أعطيت مثلا رمزت بالرمز a مثلا، بدل x حطيت عندي constant سميته a، هو هذا هو الشخص رمزت له بالرمز a، بال there exist ما بقدر أستخدم بنفس ال a، فبهذه الحالة ما راح أقدر أعمل استنتاجات، حيكون في عندي فورمولا فيها a فورمولا ثانية مثلا فيها b، وما راح أقدر أعمل أي استنتاج. أما لو بلشنا بالعكس، حطيت عندي there exist في البداية عوضت فيها بقيمة، عوضت بقيمة a، هذه القيمة بقدر بعدين أعوض فيها بال for all. طيب فإذا خلينا أول خطوة there exist x s of x and not r of x. لو عوضنا افترضنا انه هذا الشخص سميناه a مثلا، حصير عندي هنا s of a and not r of a. هلا الخطوة الثانية بدي اعوض عندي بال for all، for all x s of x implies r of x. هنا بقدر اعوض عندي باي قيمة بدي اياها بدل a، وطبعا القيمة الأفضل بدل x، والقيمة الأفضل أعوض فيها اللي هي عبارة عن ال a، عشان أقدر أعمل استنتاجات مع الاستنتاج الأول. ف s of a implies not r of a. لاحظ الصيغة العامة اللي أنا بدي أجي أوصل لها اللي هي p of x and not r of x، يعني p of a and not r of a. هلا صار عندي عبارة عن propositions، نقدر نستخدم قوانين propositional logic اللي أخذناه في المحاضرات الماضية s of a and not r of a، نقدر نستنتج منها s of a is it true، نقدر نستنتج منها not هذه اوكي سوري، في عندي هون بس مستيك، ما في عندي هون نوت. اوكي تمام، s of a and not r of a. شوية اوكي سوري انا هون غلطت بس بالترانسليشن. المفروض هذه عبارة عن p of x، نرجع ترانسليشن مرة ثانية. everyone in this class passed the first exam، نسيت انا passed the first exam، اعطناها الرمز p مش r، شايف هذه غلط انا عندي هنا، هذه عبارة عن p p of x. اوكي هذه حتكون عبارة عن p of x، بس هو استخدمت الرمز الغلط، هذه p of x لما نعوض حتكون عبارة عن p of a. اوكي تمام. اوكي الاستنتاج الرابع من هاي طبعا s of a، الاستنتاج الرابع من S of A implies P of A مع S of A، عندي جملة شرطية
الشرط already معطى معاي، بقدر استنتج عندي P of A. اوكي تمام. هلأ من الخطوة الثالثة والرابعة في عندي P of A and not R of A. لو بدي اجي احول عندي ارجع عندي لكوانتيفايرز، هنا بيجي السؤال ارجع عندي لا there exists ولا for all، ايش اللي بقدر ارجعه؟ بدنا نشوف اول مرة عوضت فيها بقيمة A، اول مرة ذكرت فيها قيمة A من وين اجت؟ هل اجت من there exists ولا من for all؟ لاحظوا بالخطوة الأولى أول مرة ذكرت فيها الـ A كانت عبارة عن there exists، فإذا بدأ أرجحها بس لـ there exists. هيكون عندي هون there exists x p of x and not r of x. طبعا ما بدأ أرجحها لـ for all لأنها أصلا من الأجساس أجت من there exists. طب أبلش أعوض بالأول بالفور أول؟ لو عوضت بالأول بالفور أول ما راح أقدر أوصل لأي نتيجة، لأن لما أجي أستخدم بعد هذا إكزيس لازم أعوض عندي بقيمة جديدة. فإذا بالفور أول بالأول بلشت بالفور أول عوضت عندي بقيمة A، لما أجي أعوض عندي بالنسبة لذا إكزيس بدي أعوض بقيمة تانية، ممكن أعوض بقيمة B مثلا، فما راح أوصل للنتيجة. فإذا النتيجة الوحيدة بقدر أوصل لها اللي هي عبارة عن ذا إكزيس X P of X and not R of X. طيب في عندي هنا سؤال conclude there exists x not p of x from، في عندي هدول المعطيات الاثنين. أول خطوة بدي أعوض عندي بالقيم، فمن خلال there exists x طبعا رح أبلش عندي بال there exists، ما بقدر أبلش بال for all، بقدر أبلش بس ما رح أوصل للنتيجة اللي بدي إياها لأنه حاسين عندي قيم مختلفة. there exists x not q of x، بقدر أحصل على not q of a. بعد هالخطوة الثانية for all x p of x implies q of x، لو أعوض فيها بالقيم بقدر أحصل عندي على p of a، بقدر أعوض بقيمة ال a أرجع أعوض فيها مرة ثانية لأنها عبارة عن for all. هلا من الخطوة الأولى والثانية من P of A implies Q of A مع not Q of A، بقدر أستنتج من هدول الاثنين not P of A. بدي أرجعها عندي لـ there exist. الخطوة الأخيرة من not P of A بقدر أستنتج there exist X not P of X. أخي نأخذ مثال تاني conclude there exists x not r of x from، في عندي for all x p of x or q of x. أول معطى عندي for all x p of x or q of x، المعطى الثاني for all x not q of x or s of x، المعطى اللي بعدها there exists x not p of x، وآخر معطى for all x r of x implies not s of x. أول خطوة بدي أبلش أعوض، فرح أعوض عندي بال there exists x there exists x not p of x، هاي راح يعطيني not p of a. الخطوة الثانية في عندي ثلاثة for alls، ما عندي مشكلة أعوض بأي واحدة منهم لأنه بقدر أعوض بهدول الثلاثة كلها قيمة A، لأنه بال for all إلي الحرية أعوض بالقيمة اللي بدي إياها. ف for all x p of x or q of x، هاي راح تعطيني عندي هنا p of A or q of A. بعدين for all x not q of x or s of x، راح يعطيني not q of a or s of a. وآخر معطى r of x implies s of x for all x
r of x implies not s of x. نعوض عندي بقيمة، أعوض بقيمة ال a r of a implies not s of a. اوكي عندي not p of a، يعني من أنا حط الخطوة الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة، وهذه الخطوة الرابعة. من الاستنتاج الأول والاستنتاج الثاني بقدر استنتج q of a. إذا not p of a مع p of a or q of a بقدر استنتج q of a. هذا الاستنتاج الخامس. طب الثالث والخامس بقدر استنتج s of a من not q of a or s of a. نفس قوانين الـ propositional logic مع q of a بقدر استنتج عندي s of a، بعدين عندي r of a implies not s of a مع الـ s of a بقدر استنتج not r of a. ناخذ المطلوب اللي بدي اوصله، not r of x there exists x not r of x. اخر اشي من not r of a بقدر استنتج there exists x not r of x. طب اذا جاني سؤال هل بقدر استنتج for all x not r of x؟ اكيد لا، ما بقدر استنتج هذا الاشي، لانه اصلا ال a اجت من there exists، ما اجت من for all. طب واحد ممكن يحكي اوكي ابلش بالتعويضات، ابلش اعوض عندي بالفور اول، لو عوضت بالفور اول ما راح اقدر اوصل لنتيجه نوت ار اوف اكس، لانه عندي هنا لو بلشت بالفور اول مثلا وعوضت بقيمه a، لما اجي للدير اكزيست بعدها ما راح اقدر اعوض عندي قيمه a، لازم اعوض عندي قيمه ثانيه. هذا عباره عن امثله كيف ممكن استنتج عندي باستخدام البريديكت لوجيك. الشيء الاساسي زي ما حكينا هو عباره عن التعويض، باجي بعوض عندي بالقيم، هذا الشيء الاساسي. بالدير اكزيست بقدر اعوض، لازم اعوض عندي بقيمة جديدة ما تكون مذكورة عندي بالمسألة نهائيا. بالفور اول بقدر اعوض بأي قيمة بدي اياها. خلينا اخر مثال ناخذ اشي meaningful، وزي هيك امثلة ممكن حتى تمثل بلغات برمجة زي لغة برولوج programming logic. ممكن نمثل عندي الشروط زي هذا الشرط، ونمثل عندي معطيات، وبعدين هو اوتوماتيكيا بستنتج المعلومات. يعني مثلا هون بنستنتج siblings أحمد وعلي، نستنتج إنهم إخوة. في عندي هنا for all x for all y for all z father x y and father x z implies siblings y z. إذا ال y و z إلهم نفس ال father نقدر نستنتج إنهم هم إخوة. من المعطيات اللي موجودة عندي كمان father سامي وأحمد، وفي عندي father سامي وعلي. الاستنتاج اللي نستنتجه بنستنتج إنه أحمد وعلي they are siblings. بما ان عندي هنا for all بقدر اعوض عندي باي قيم بدي اياها. طبعا بالعاده بدي اعوض عندي بقيم تسمح لي اني اقدر استنتج. فمن القيم اللي بدنا نعوض فيها بدل x بدي اعوض عندي بقيمه سامي، وبدل y بدي اعوض عندي بقيمه احمد، وبدل z بدي اعوض عندي بقيمه علي. ف for all x أوكي من المعطيات في عندي for all x for all y for all z، بس كاختصار هستخدم f و s بدل father siblings. ف f x و y and f x و z implies s x y z بدل استنتج منها. وبرضه راح اعوض بدل سامي راح احط اس، بدل احمد راح احط اي، وبدل علي راح احط ال. بس اختصار ف اف سامي واحمد اند اف سامي وعلي امبلايز واي وزد، يعني هو اف احمد وعلي.
عبارة عن تعويض، بقدر أعوض بأي قيم بدي إياها. القيم اللي راح تساعدني بالتعويض اللي هي عبارة عن سامي وأحمد وعلي. طبعا الإشي الضروري كمان لما أجي أحط أنا عندي هون X لازم أعوض بنفس القيمة هون وهون بالX، ونفس الشيء بالY لازم أعوض عندي بنفس القيمة بالنسبة للY، والزد برضه نفس الإشي. هلا من المعطيات اللي موجودة عندي، في عندي father سامي وأحمد وfather سامي وعلي، بقدر أستنتج الآن لإلهم. فعندي من المعطيات الموجودة عندي father سامي وأحمد، وفي عندي father سامي وعلي، بقدر أستنتج الآند، بقدر أستنتج father سامي وأحمد and father سامي وعلي، بقدر أستنتج. هلا بالاستنتاج الأول والاستنتاج الثاني، الاستنتاج الأول father سامي وأحمد and father سامي وعلي implies father أحمد وعلي sorry implies siblings implies siblings حتى هون siblings هذه المفروض تكون sorry implies siblings مع المعطى father سامي وأحمد and father سامي وعلي. من هذول الاثنين بقدر أستنتج siblings أحمد وعلي. فهي الفكرة إيش القيم الصحيحة اللي بقدر أعوض فيها عشان أستخدم القوانين أخذناهم في prepositional logic عشان نوصل للاستنتاج اللي مطلوب. فهي فكرة من أمثلة كيف ممكن نستنتج عنا باستخدام الانفرنس رولز الموجودة عندي في البريديكت لوجيك.